لا لا ايه حبيبي، لا يدوسني بس، هاي لو داسني بودع على طول. اختار هذا ما يرحم. شفنا الحلقة الماضية نحن شو سوينا؟ عاد سيارة ما فيها شيء، فاضية والله. المحطة هاي بتخدم وايد والله صراحة، بس بنوصلها بشغلات أكثر من الحين. مشكلة يعني، ليش يوقف على التقاطع هذا؟ أنا أظني أعرف المشكلة وين. لازم أشيل هذا اللي في الوسط. خلنا نشيل المعبر اللي ما له داعي. بس خلاص، ليش يوقفني؟ مش محتاج يوقفني ترى، لازم ما يوقف الا وين عم حطته. بس اذا هذا احمر يوقف عند باب، ما عدا ذلك اذا هني اخضر خلاص هي يحمر يوم هذا يدخل. الحين هذا ليش محمر؟ ما في حد هني. زين، ما اظن بيدعمون، اتمنى ما يدعمون، اتمنى انهم ما يدعمون. مش ما بيدعم، اتمنى. وين احط مصنع الصناديق الحين؟ حتى مثلا الصناديق هني، اظن لكم كريت هني اصلا صح؟ اللي هو مصنع الصناديق الاول يكون فيري سمبل. اول شي اعطوني انا فولاذ، خلني اشد فولاذ. لازم انت الصناديق اساسا تجون صناديق. بس الحين كل شي بروبوتات، خلاص كل شي بروبوتات. حتى الروبوتات الحين امداد مالهم بيكون بروبوت. بس ممتاز، نسوي نشيل 30 حبة. هذا هاي اللي بالهم ستيل بعد صح؟ جرين سيركت، وين الجرين سيركت؟ مش مو وين هذا فوي هلا بالجرين سيركت كلها. لا زين، خلينا نتخلص من شغلات ماخذة مساحة. نبا ريكوستر تشست ونبا بروفايدر تشست. ليش؟ لأن أول مرحلة وايد سهلة. شو بنسوي؟ بنحطي أول شي ما نبا هذا كله. انزين، بنحطي لنا بروفايدر تشست، بنحطي ريكوستر تشست يسوي لنا ريكوست ستيل من هالستيل up to 2 stacks maximum. يجيبهن fast inserter عليهن بول كهربا. زين، يحطيهن في مش العادي، نحطي فيهن speed module. لحظة، نحطي فيها شو بيسوي لنا؟ بيسوي لنا ستيل تيست. هي صح، بسوي لنا ستيل تيست. يطلع لنا من هني يروح الى البروفايدر تيست. زين، هني يكون، وهذا بروحه هني مغطية كاملة. اهم شي اللوجيستكس يكون مغطي المكان. اللوجيستكس مش مغطي المكان بتوهق. زين، هذا بيسوي لنا ما يعادل 200 تست مثلا. زين، هذا لازم يكون اكثر. نسوي لنا 8 3 4 5 قول 5 ريكوستر 5. هذا ما اعرف انا في السيستم عندي سيركت ريد سيركت، عندي جرين ما عندي اظني. يبالي احط في السيستم نفسه provider sys في
green circuit. اوكي هني في انتاج زايد عندي اشوف. هني من وين قطع الخطار كله اللي تي حق السيستم من هني ترى. على فكرة يعني. غير كل السكك هاي اللي تشوفونها. الريلز. هذا الكوستر تستبه. هاي الاشاير شوف كم اشارة عندنا. كم شو اسمه عندنا. هاي لا نروح انا اسويها. طيب هاي. هم وين يبن؟ نسيت والله. والحين نبغى بعد يبلنا كم من وحده من هاي بنسوي مجموعه صناديق. طبعا نحن حاليا ما نستعمل هاي اكتب بروفايدر والستورج. ستورج ببدا استعمله خلاص. ستورج لازم كل مكان لانه وايد خشب عندنا وايد شغلات قاعد تخلص منها بالهبل. فشو ببدا اسوي؟ ببدا اسوي ستورج تسع عشان بيسوي هالشيء حقنا يعني. 1 2 3 2 3 1 2 3 1 2 3 ما عندي وايد من هايله. 2 3 1 2 3 هذا شو بيطلب منهم؟ نبغى اول شيء اكتب بروفايدر اللي اكثر شيء نستعمله. يبغى ستيل تيست. يبغى ستيل تيست ويبغى شو بعد يبغى؟ نسيت والله. جرين سيركت ويبغى ريد سيركت. هذا نبغى ريكوستر. يبغى نفس الشيء. نسوي نفس الشيء. هذا يبغى له ستورج تيست. يبغى نفس الشيء. نسوي نفس الشيء بس بكل بساطة. الحين بيستوي عندنا شو؟ وين اكتب ريكوستر؟ تو شلت صناديق انا. تو شلت صناديق. ايوه هذا. هذا خليه هني. وكلها نوقفن على هذا وايد بعد. اوبر. هذا لازم يكون اكثر. لان هذا بيكون حق الاختبارات حق كل شيء موجود. حق كل شيء موجود هذا. زين ممتاز. يو كيف يشتغلون الروبوتات؟ طر جوجل ممبرز عندنا 2400 ولوجيستكس 1800. الحين بنبدا نغير السبلاي شوي لان في شغلات انه ما قاعد ننتجها سبه السبلاي قليل. لازم نسوي صيانة عامة للمكان خلاص. ما انه صار عندنا. انا وين احط الكونكريت؟ لحظة مسوي له علامة. ارجوك قول لي في علامة بس اظني هني. كونكريت وين انا اسويه؟ في مكان هني اسوي فيه كونكريت انا. ايوه بيكون هني. وش الحبة كونكريت بيكون هني بعيد ترى مو بقريب. بتشوفون اي شيء قريب هني. كل شيء بعيد. لا تقولون في شيء قريب. زين هذا شو وين تجري؟ لا تجري حصى بس. هاي الكونكريت وين يتم انتاجها؟ سؤال يا جماعة ما يصير هالكلام. مو بوقت الكونكريت الحين. عادي يكون مكتوب ترى بس لان المكان وايد ضخم قمت اضيع الدنيا. زين الحين نحن نبغى جرين سيركت. جرين سيركت وين ريد سيركت انتاجه؟ ريد سيركت هنا. زين بنبدا شو نسوي؟ اماكن نفس هاي بنخلص عنها الحديد نمدها بشو؟ بس الحين كل شي مكان فيه حديد عادي مو بقضية. كل مكان فيه حديد. حتى البلاستيك هذا برع بننتجه خلاص. برع نضرب خطوط. لان هنا ما في مجال خلاص يعني. سوبر. انزين خلنا نشيل هذا هني. بنحطي له هذا. في السيستم نبغى 500 ولا 1000 في السيستم. اولوز.
خلف سيستم الف. لا من شغال انت خلف سيستم الف بنحتاجين ثاني حقين حق تحت على الاغلب بعد ترى مسكر الدرب انا مسوي درب مسكر انه عافية علي والله. لحظة مرة مش الكونكريت مرة مش الكونكريت لحظة خلنا نستكشف انا حيدة هنا كان متأكد متأكد كان مكانه مو هنا هذا قدامي شو بسوي انا الحين اخبركم شو اللي بيستوي كالتالي ثلاث حبات وانا امشي لان الممشى هذا ما قام يقزر مع الوقت بيتعبى ترى مع الحلقات يعني بس نمشي اسرع خلهم يشتغلون انه هاي حق شنو الحين ساير مرة ثانية ما با شو اتم نفس الطريقة سير فيه بس اللي ضايق مش موجود في المكان ترى وين مصنع الروبوتات مصنع روبوتات يلا نحن ماشيين مسر كونكريت من راح فتيته من ايدي شوف بالغلط ما دقيت شفت راح كله كله راح لانه يحط بسرعة هو اصلا مع الوقت بنعبي عادي يعني في المصنع كله كونكريت بس وايد يفرق في الممشى بعدين راح تحسوا معاناة شوي بس من تمشون عقب في المصنع يستوي شو يعز والله يستوي شي مش طبيعي انزين انت هني شو ناقصنك عساس تنتج من السؤال شو ناقصنك عساس تنتج روبوتات سؤال اكتب بروفايدر تشيست وانا بهذا انا هني بعرف شو ناقصنا روبوس بودي روبوس بودي شو ناقصنا ستيل ستيل وينه ستيل اصلا مو يدخل هني مفروض يكون في ستيل في ستيل جرين الكترونيك سيركتس والجرين شو ناقصنا؟ كوبر كيبل كوبر كيبل شو ناقصنا؟ كبر مخلص اوكي اوكي ليش ما قاعد يجيني اي كبر من هني؟ نبى ننتج يعني هذا شو كان ينتج لنا هذا اللي كان ينتج لنا الكبر حق المطبخة كامل يا ربيع شوفوا 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 المصايب شوفوا كل هذا الانتاج واقف سبته منه شيء بسيط تتوقعونه كبر كيبل يقولكم ما عندك كبر شوفوا هني كان ينتج كبر خلص كل اللي نسويه الحين نشل الخط هذا بكبره زين نشل هذا الانتاج كامل نشل الفحم بكبره كل شيء كل شيء كل شيء مره نشله شوف كل شيء مره بشله بدل هذا هني هذا نسوي له شيء اللي هو القفل
لا هذا ما يبغى قفل، هذا روح بالوزان. ليش لا وزان ذي؟ روح بالوزان، خلنا نفتك من الستوك اللي عندي. نطلب هنا الكوستر تيست، ما عندي، خلنا نسوي خمسة. نبغى الكوستر تيست هني، ونبغى ستوك انسيرتر. ما اعرف اذا عندي في الانتاج ستوك انسيرتر، هذا انا ما اعرف. وصل لركوستر يطلب شو؟ هذا يطلب له 1000 عشان رد انتاج كل شيء مثل ما كان. بس هذا كله واقف على منو؟ الكبر هذا. انا عندي مصنع كامل اصلا روبوتكس، مفروض المفروض ان اسوي بلو برنت هني بس روبوتات. وين صار هذا جرين سيركت؟ هذا حق روبوت، بس روبوت، بس يباله جرين سيركت. وشو ماتيريال؟ كبر كيبل لازم اسوي ده. وعندنا هذا حق شو؟ جرين سيركت. يبالنا نسوي بلان بس حق روبوتكس، لان الحين محتاجين ان احنا ننتج روبوتات قد ما نقدر. هاي زين، بيساعدهم في التنفسهم يعني، لأن الروبوت الحين شيء وايد مهم، وايد. خلنا نشوف هل بيغذون المنطقة عدل. خلنا نشوف الحين الاختبار الحقيقي. الحين لازم يرجع إنتاج الروبوتات، لأن إنتاج الروبوتات وايد مهم. انتجنا صناديق، انتجنا كل شيء، خلاص كل شيء في المخطط. الحين لازم كل شيء بالروبوت. ممكن يكون فاضي حتى البترول، وهاي يمكن يجيب روبوت حقه خلاص، لان الموارد اللي عندنا ما تكفي خلاص. ونحن نبغى شو؟ نبغى روبوتات. حابب تشتري بليد موية من تحت؟ خلاص هذا انتهى وضعه. بعد قامت هي هذا وضع منتهي بعد. شو خليه بالنا هذا؟ نبغى ستيل حتى هني خلاص. هذا ستيل ما نبغى من عندك، ستيل مالنا بينا دايركت. هذا ايرون بليت حتى، مش ستيل. لا ستيل هذا مش ايرون بليت. ريكوستر تشيست يا اصدقائي، ستوك انسيرتر. نبغى نجيب ستيل من تحت، مو بكفين ستيل تحت، ترى لازم نبدا بعد ستيل زياده، لازم نبدا ستيل زياده. بس هذا اللاين هذا خلاص لازم ينشل. رجعون كل شيء في السيستم، ما نبغى خلاص. هذا ستيل حق منو؟ حق هاي هاي اللي شو ينتجون؟ ينتجون موتورز، واللي هو نحنا نباه عشان نحن محتاجينه. هذا انتاج الستيل مالنا، ما نباه بعد خلاص. كوستر تشيست ما نحط، نحط لنا يسوي لنا ريكوست حق منو؟ ستيل. ريكوستر تشيست ما يكون فول، بس هذا هالكمية، لأنه يوقف إنتاج عند حد معين ما نبغى يزيد خلاص، نبغى يوقف.
زين الحين شوف بدأ إنتاج الروبوتات مرة ثانية، بس ممتاز. الحين احنا بالروبوتات شغالة. بس ممتاز، بدلنا انتاج الروبوتات. هاي كانت حلقة انتاج الصناديق اليوم، نشوفكم بحلقة ان شاء الله على خير. الحين بس هذا لازم نسوي له ليمتر. نحن ان كونستراكشن بوتس ما ادري احتاج اكثر، خلي شغال لان بعد زين ينفع كونستراكشن بوتس ينفع، بس مش هنا. انا حطي بعيد، خلينا نحطيه بعيد. هاي كانت حلقة انتاج الصناديق، ان شاء الله نشوفكم في حلقة قادمة على خير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.